الذكاء العاطفي مع معمر سلامة وفهد خان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا معكم معمر سلامة ومعاي المبدع كوتش فهد خان في برنامج الذكاء العاطفي الجزء الثاني. دينا حلقتين يا فهد، بنتكلم على المقابلة الشخصية وتكلمنا برضو على السيرة الذاتية. اليوم خلينا نخليها كده خفيفة شوية. ضحكتك انت عرفت سؤالي. انت ما شاء الله تبارك الله من خبرتك سويت مئات، انا متأكد ما شاء الله تبارك الله مئات المقابلات الشخصية. صحيح. حكم ان انت كنت شغال في الموارد البشرية ومرت عليك قصص انا متأكد يعني. فانا حابب الحلقة دي تدينا واحد او قصة او قصتين من المواقف الغريبة اللي انت شفتها. تفضل الميكروفون معك حبيبي. تمام. يعني في المقابلات الشخصية الواحد فعلا بيشوف أشياء طريفة صراحة. أشارك معكم كذا كم قصة ضحك. في مرة كانت، خليني أبدأ بقصة لي علاقة بالانترفيو عن طريق التليفون، أو اللي هو الفون انترفيو، حد أيام زمان. أيوة. صحيح. يعني اللي هو في البداية أنت بتعمل سكرينينج قبل ما تقابل الشخص. أيوة يعني. أيوة مزبوط. صح كلام. فبعض الأحيان في ناس ما يحطوا الأرقام صحيحة، أو يحطوا أرقام حقت ناس تانيين. يحطوا مثلا واحدة تحط رقم أمها، أو واحد يحط رقم أبوه. في ناس بيسووا هذا الخطأ. فتخيلوا، أنا بالنسبة لي هذا كان شيء مفاجئ. أنا كنت بتصل على واحدة من السيرة الذاتية المميزة، واتصلت، ممكن أكلم لو سمحتي الأخت سماح؟ قالت لي لا. قلت لها طب ممكن أكلم الأخت سماح؟ إيش تبغى منها؟ قلت لها ما هي تقدم على وظيفة في السيرة الذاتية. قالت لي أنا أمها. قلت لها طب ماني فاهم، هي ليش حاطة رقمك؟ قالت لي دقيقة سماح. خلتني راجع عليها. فطبعا يعني أتخيلوا كواحد بيوظف يعني، أو الجهة الرسمية، كيف تنظروا للنقطة هذه؟ هذه ما تعكس الاحترافية أبدا. لازم الواحد لما يجي يحط رقم التليفون تبعه، يحط رقم التليفون الخاص به، ما يحط يعني أرقام تليفون ما حقته. شيء غريب. هذه كانت مثلا واحدة من الأشياء الطريفة. بعض الأحيان برضو في السيرة الذاتية نلاقي إيميلات مثلا سوسو ومومو وهاها وأشياء زي كده. هذا ما هو يعني شيء إيش نقدر نقول إنه احترافي. ما يصير إن الواحد يستخدم الإيميل أسير الليل. أنا مرة جاتني سي في أسير الليل كده، أسير الليل .com مدري إيش. أيوة يعني. يعني من عارف. فأتخيل إنه كيف حيحصل على وظيفة إذا واحد حط استخدم إيميل زي كده في السيرة الذاتية. أيضا كان في مرة مثلا، إحنا الحين يعني واحدة من الأساسيات في المقابلات الشخصية إنه الشخص يجي بمنظر يعني لائق يعني. لا لا لا. يعني لا تقول لي قول لي كيف المنظر بس. يعني انت ما شاء الله عليك فهد تبدا تقول لي اصله السيرة الذاتيه كده، وقلت لنا سوسو يعني، قلت لي التليفون. اما انا متخيل المنظر دحين، المنظر اللائق يعني ايش صار؟ بس يعني اديني مثال. يعني هي المثال كان يعني للاسف يعني الشخص جاء وكان يعني لابس، لا تقول لي زنوبة. لا إله إلا أنت سبحانك. وجينز وتيشيرت، وكان الشعر يعني كذا منكوش كذا، وشكله كأنه دوبه كان يعني والله أعلم يعني صاحي من النوم. فلما شخص يجي مقابلة شخصية بالطريقة هذه، يعني حتى لو كان الشخص ما يبغى، احنا كنا بنتكلم من الأول طبعا في نقطة مرة مهمة ما أغير أبدا وأحب أذكر بيها، أنه إحنا ما نحكم على الآخرين، بس الإنسان في الأخير إنسان يعني. صح. يصعب عليه أنه هو ما يتأثر بالشيء الإيش اللي بيشوفه. فأنا يعني كردة فعل أحاول أني ما أحكم قد ما أقدر على الآخرين، ولكن لما تشوف شيء زي كده حتى لو أنت ما حكمت، هتعرف أنه ما في الأساسيات اللي علاقة باهتمام أنه أنا أخذ الموضوع على محمل الجدية عشان الوظيفة. لا أنا مو أختلف معك، بس يعني أنا في نهاية اليوم هذه مقابلة. صحيح. فلازم احترم الشيء يعني. أنا يعني فيها قلة يعني. يعني أنت عندك يعني وقت وعندك شيء وعندك حاجة، قول إنه أنا يعني أنا طالع لها، طالع فيها بالنظرة دي. أنا ما أقدر مثلاً، عندي ظرف ما أجي. صح. يعني إيه أقول والله ترى أنا عندي ظرف 1 2 3 4 وسامحوني وما أني قادر. أنت ذكرتني معلش يعني بس بقصة يعني مرة أثرت فيها، لأنها كانت مفاجأة كبيرة جدا لي.
افتكر قابلت مره شخص كان جدا جدا ما شاء الله تبارك الله عليه يعني ممتاز. في المقابله الشخصيه الاولى كان عامل تمام, بعدين بعدها عاده في البروسس حق المقابله الشخصيه يكون في مقابله اخرى يكون فيها مجموعه من المدراء, فانا ما اللي هو زي البانل اللي يسموه. فلما جينا المقابله هذه الثانيه جاء الشخص وشو مقلوب بيتكلم بدون غير ثقه, ما هو مركز, كأنه شخص تاني تماما, لدرجة أنه أنا شكيت هل هو نفس هذا الشخص اللي أنا قابلته أول ولا لا, وما سوى كويس. ما حسيت أنه في شيء مو طبيعي, ما قدرت أتحمل يا صراحة. بعد ما مشي مسكت السماعة واتصلت عليه, خير يا أبو الشباب, إيش بك اليوم, إيش اللي صاير معك؟ قال لي أنا دوبي جاي من المحكمة وحصلت للأسف نزاع كبير شخصي وانفصلت عن زوجي. قلت له طب يا ابن الحلال, زي ما انت كنت بتقول قبل شوية, ليش ما اعتذرت بدل ما كنت يعني كنت اعتذرت وقلت هذا شيء مرة يعني مهم يعني شيء شخصي صعب, كيف انت تقدر يعني تكون اصلا مركبين؟ طبعا انا دحين فهمت هذا, بس انا للأسف خلاص كشركة ما هقدر اعطي فرصة تانية, خلاص الجميع شافك بالصورة هذه وبناء عليها تم تقييمك بالنقطة هذه. فعلا هنا في الدرس هنا انه لا, هو كان بيقول لي انا عشان ما كنت بفشل وارجع اقول انه انا بكنسل ولا كده, لا بعض الحالات لا نفترض ما فيها شيء, ما نفترض عشان لا نوصل صوره خاطئه عن نفسنا, نحن نفسنا من الفرصه, لو في شيء نواجه ونتكلم ونقول بكل صراحه وكل يعني أريحية إيش الشيء اللي أنا حاسس به أو إيش الظرف اللي أنا موجود عندي. ما أفترض أنه الشخص الثاني ما حيتقبل, فبعض الأحيان الافتراض هذا من أكبر الأشياء اللي تسبب مشاكل. نتكلم ونقول اللي في بالنا ولا نفترض. صح صح, صح. كيف تبغانا نختم الحلقة؟ أديني جملة واحدة كوتش فهد. خليك نفسك, لا تفترض. لما يكون في بالك أو في بالك شيء أتكلم بصوت عالي مع الشخص الثاني قبل لما بينكم من نفسكم تصدروا حكم على لا تتصنع الوجه. لا تتسرع, لا تتصنع, لا تتصنع, هي. لا تتصنع. صحيح. يعطيك العافية كوتش فهد, هذه كانت الحلقة السابعة. أخواني أخواتي, نلقاكم غدا في أمان الله.